السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من جرائد نستعلها لأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا، اليوم انطلاق الجولة 14 من دور نجوم قطر وقمة بين الأخوية والريان. في الراية دامي التراوري جاهزون لحصد النقاط 3. في الشرق ناني عرض الغرافة جاء في وقته والدور القطري مدهش. في الوطن كوتسيولكي أحلم بقيادة الجيش للفوز بالآسيوية. في العرب الداودي أتمنى أن أسعد جمهور الوكرة. خالد السعدي كتب في الشرق انتهى الربيع بين السفاح والوكرة. في العرب لائحة وكلاء اللاعبين القطريين في الفيفا لم تتغير. عربيا في الوطن السعودية بيسيرو إقصاء المدربين دهور الكرة السعودية. محمد الشيخ كتب في الرياض السعودية لو كان عموري سعودية. في الرأي الكويتية غوران سيرحل من الكويت إلى الخليج. في الشروق التونسية الطرابلسي التركيز سلاحنا أمام كوت ديفوار والخروج بنتيجة إيجابية هدفنا. في الشروق الجزائرية سعدان خليل زيتش مجبر على المجازفة الهجومية أمام توغو. في الفجر الجزائرية جمال مصباح لأننا ندرك أن كل الجزائريين ينتظروننا لن نخيبهم ضد توغو. في الأهرام المصرية اتحاد الكرة يرفض الاستسلام لتأجيل الدور العام. عالميا في توتو سبورت أنيلكا في اليوفي لستة أشهر والإعلان عن الصفقة الاثنين المقبل. في الديلي ميل الكابتن جاك ويلشر مرشح لحمل شارة قيادة أرسنال للمرة الأولى. تيري فينيبالز كتب في الصن البريطانية البول بوي ليس بريئا تماما ولكن هازارد أخطأ بحق الجميع. في ماركا لوبيز حارسا للريال مقابل 4 ملايين يورو وكاسياس يغيب لثلاثة أشهر. في فقرة غريب عجيب ذبابة انتقمت من أوباما في عقر داره بالبيت الأبيض. في خبر عاجل وردنا قبل قليل مشاهدينا الكرام، أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكمها الصادر قبل قليل بإعدام 21 شخصا اتهموا في التسبب في مجزرة بورسعيد في فبراير الماضي على خلفية مباراة كرة قدم في الدوري المصري بين النادي المصري البورسعيدي والنادي الأهلي المصري. مزيدا من التفاصيل في سياق الحلقة بإذن الله. وفي دوري النجوم قطر تنطلق اليوم الجولة 14 بثلاث مباريات تتصدرها قائمة قمة الإخوية والريان التي من المتوقع أن تحدد بشكل كبير طبيعة المنافسة على لقب الدوري. صورة الأندية الجديدة تكتمل شيئا فشيئا مع انضمام لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، فكيف سيكون شكل الأندية مع اللاعبين الجدد وما هي الإضافة المتوقعة منهم خاصة أن أسماء كبيرة ظهرت على الساحة؟ كلها أسئلة ستجيب عليها المباريات القادمة التي نأمل أن تكون قمم من جميع النواحي. اليوم أيضا لكن إفريقيا تتجه الأنظار إلى كأس الأمم الإفريقية ومواجهتين على درجة عالية من الأهمية. تونس تصطدم بكوت ديفوار والجزائر تلتقي توغو في مباراة شبه مصيرية. مصريا اليوم النطق بالحكم كما ذكرنا في قضية بورسعيد والتي انتهت بحكم 21 شخصا بالإعدام. نتابع التفاصيل بإذن الله كما ذكرنا في سياق هذه الحلقة. جولتنا المحلية نبدأها مشاهدين الكرام من دوري نجوم قطر. الجولة 14 تنطلق اليوم بثلاث مباريات تبدأ بمواجهة قطر والخور ويعقبها لقاء مصال مع السد، وسيكون اللقاء الأقوى بين الأخوية والريان. دامي تراوري لاعب الأخوية أعلن جاهزية حامل اللقب للبحث عن فوز جديد والحفاظ على موقعه في الوصافة رغم صعوبة مهمة أمام الرهيب الرياني. ندرك جيدا صعوبة المباراة لأنها تأتي أمام فريق كبير يمتلك نفس الحظوظ في المنافسة ويتطلع هو الآخر لتحقيق الفوز، لكننا في الأخوية لن نفرط في النقاط الثلاث
وأعتقد أننا جاهزون من جميع النواحي البدنية والفنية لحصد نقاط اللقاء وتحقيق فوز جديد في الدوري يجعلنا في موقع جيد ويبقي الفريق في دائرة الصراع على القمة. التحضير للقاء تم في أجواء إيجابية والجميع متحفز لتقديم مباراة كبيرة اليوم من أجل تحقيق الفوز، وكل ما نتمنى أن نكون في الموعد لتحقيق الهدف من المباراة. نبقى في دوري النجوم، ولكن من مباريات اليوم إلى مباريات الغد. سلية يواجه الجيش في لقاء الجريحين، فيما يحل الغرافة ضيفا على العربي ويأمل الفهود في مواصلة الانتصارات، في حين يحلم أبناء العربي في الفوز وتحسين الموقع في ترتيب الدوري. في قلعة الفهود البرازيلي نيني المنتقل من باريس سان جيرمان إلى الغرافة أشاد بالدوري القطري وقال أن عرض الفهود جاء في وقته. مسؤولو الغرافة اتسموا بالجدية والحرفية في التعامل حيث قدموا العروض ومروا إلى التنفيذ. والشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس النادي من طينة الرؤساء الذين يجعلونك تبحث عن الوقت المناسب لإسعادهم على الملعب، حيث يزرع فيك حب الانتصار بمجرد أن تتحدث إليه. الدور القطري قوي وشيق، وهو يمنحك دافعا للعطاء، وما يميز هذا الدوري هو أن الفوز لا يمكن أن يكون مضمونا لأي فريق، فالمتصدر فاز بصعوبة، ونحن في الغرافة وجدنا أم صلال فريقا صعب المراس، لم نتمكن من هزيمته بالسهولة التي قد توحي بها نتيجة المباراة. نادي الجيش قدم لاعبه الجديد الكوري الجنوبي كوسيول كي، وسيكون عقد اللاعب حتى نهاية موسم 2014-2015، وسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق بديلا للعماني أحمد حديد الذي تم الاتفاق معه بالتراضي على الاستغناء عن خدماته. اللاعب الكوري أبدى سعادته باللعب للفريق متمنيا أن يكون إضافة قوية سواء في البطولات المحلية أو في الظهور الأول في دوري أبطال آسيا. أتمنى المساهمة في تحقيق الجيش للانتصارات والصعود لمنصات التتويج. هدف الرئيسي هو قيادة الفريق للقب دوري أبطال آسيا والتأهل لمونديال كأس العالم للأندية، رغم صعوبة المهمة في ظل مشاركة الجيش للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة. فضلت التوقيع للجيش لمدة موسمين.